في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على القطاع الثالث اللي كيستف منه قطاع الرميد وقطاع الغير مهيكل وقطاع الضمان الاجتماعي لا سينيسيس. واش غادي يكون واش ما غادي يكونش، حيت راه كان غادي يكون ولكن تم تاخير. غادي نجاوبوا على هذه الاسئله كامله وغادي نبينوا امتى غادي يقدر يكون الدعم الثالث. السلام عليكم احبتي. وقبل كل شيء، هذا الفيديو كما قلنا خاص بالدعم الثالث. الدعم الثالث كاين وموجود، يعني كاين وغادي نشدوه. هذه اول حاجه بعدا غادي نقولها لكم هي ان الدعم راه كاين، ولكن غادي تطيح لكم في دماغكم اشنا هو سبب التاخير. نقول لكم سبب التاخير، فعلا الدعم الثالث كان يتصدق عليه شي 3 ايام هذه في مجلس النواب، ولكن سبب التاخير هو انه عدد من الوزراء واحد الدكتور اللي هو من لا يعرفه، الدكتور جمال معتوق، طالب بتدوينة خاصة وطالب عبر التلفزة من قناة الثانية انه ما يعطيوش الدعم الثالث الا خصهم تديروا تسويات الاوضاع الناس اللي ما شدوش لا الاول لا الثاني. وبهذا المعنى قال كيف يعقل، كيف يعقل نعطيو الثالث وكاين واحد اللي باقي ما شدش، كاينين وحدين اللي باقي ما الوضعيه ديالهم في اطار المعالجه، باقي ما تسواتش الوضعيه ديالهم. شحال من واحد دفع الدعم من الناس الاولين بحال هذوك اللي شدوا باش يتسناو الثالث، هذاك مازال ما شدش الاول، وفاش تيمشي تيقلب على فاش دار كاع الشكايه ديالو تيلقى باقي في اطار المعالجه، في اطار المعالجه. والاستاذ الدكتور جمال معتوق عنده كاين في لا راديو، كيخدم في واحد لا راديو، دائما عنده لي اتصالات شكايات 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 انه الناس راه مازال ما شادينش. وفي الوقيته اللي كان باي صدقوا على هذا القرار انه يخرج الثالث، الا انه طالب الدكتور جمال معتوق وطالبوا العديد من الوزراء الاخرين لوزير وزير الماليه انه يشوفوا اعاده النظر في هذه الملفات، اعاده النظر في هذه الملفات حتى تسالي. فاش غادي تسالي ديك الساعه خصهم يطلقوا الدفعه الثالثه. يعني ما هذوك اللي يقول لك دابا دابا واحد الساعه، لا ما كاينش هذا الشيء. غتسالي الدفعه الثالثه، هي غالبا 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 ب 90% كاينه الدفعه الثالثه في الاسبوع المقبل، الاسبوع المقبل يعني من الاثنين الجاي حتى الجمعه الجايه. حنا اليوم وانا كنصور هذا الفيديو كنسجلوا في الجمعه، اليوم الجمعه 12 يونيو 2020، ولكن ما غادي يقدر يكون حتى الاسبوع الجاي، لان دابا هذا الاسبوع كله لاش مشى مشى القطاع الناس اللي ما شدوش الدعم، ما شدوش بمره. وكما كنشوفوا الناس راهما كيمشيو كيتيري وحده الابناك وحده الشبابيك الالكترونيه تيمشيو تيشدوا فعلا، ولكن مازال ما سالوش، يعني مازال كاينين شي ملفات اللي هما في اطار المعالجه. فاش يتعالجوا هاد الملفات غادي يسالوا من هاد الناس وتولي تسويه الاوضاع، غادي ينطلق وغالبا كما قلنا الاسبوع الجاي. وفاش غادي يجي النهار اللي غادي يوصلكم هذاك الكود في التليفون، هذاك الكود في التليفون الله يرحمكم والدين اخوتي الاحباب، ما تبقاوش تحطوه في الفيسبوك. انا شحال من واحد تيحطو في الفيسبوك وتيمشي تيسبقو واحد اخر تيجبد ليه هذاك الشيء ديالو، راه كتوقع، وقعت لي بزاف العديد اللي هما شحال من واحد ما فراسش يقول واش هو هذا، تقول له خوتي واش هذا هو الدعم، وتحطو في الفيسبوك هو راه هذاك هو الدعم، وواحد اخر يمشي كيدير لك داك الرقم وكاين اللي كيجبدو كاين القرصانه. ما تحطش رقمك، ما تحطوش. وغادي نعطيكم الطريقه عاوتاني نعاود نشرحها، واخا في شرحها غادي نعاودها. بالنسبه فاش غيوصلك هذاك الكود، غيوصلك هذاك الكود الا قالوا لك غادي تمشي للشباك، فاش الا قالوا لك غتمشي للشباك الكتروني، اذا غادي يقولوا لك واش الشعبي بنك الشعبي، واش ديال وفاكاش، واش ديال باري بنك، يعني واحد في هذو اولا القرض الفلاحي. غيجيك هذاك الكود، غادي تمشي اول حاجه كدير خدمات بدون بطاقه، كتكليكي عليها، كتكليكي على خدمات بدون بطاقه. من بعد كيقول لك دخل الرمز السري، ماشي الرمز السري عفوا، تيدخل لك القن الكود اللي وصلك. اول حاجه كتدخل داك الكود اللي كيتكون من 11 الرقم، في 11 الرقم. من بعد كيقول لك دخل القن السري، القن السري اشنا هو؟ غادي تمشي لاكارت ناسيونال، الا كان عندك فيها 6 الارقام غدير دوك الربعه الاخرين، دائما اي لاكارت ديال الربعه الاخرين. في حالة كانوا عندك هي 3 غدير دوك 3 وتزيد الصفر في الاخير. من موراها غيقول لك هاو في طور المعالجه وغادي تستلم النقود ديالك وبصحتك وراحتك. كنتمنى لكم كل خير خوتي، اللي احتاجيتو ولا شي حاجه كتبوا لي في الكومنتير وانا غادي نجاوبكم. تحياتي.